هدف من ضمن أهداف مهرجان العلمين هو تنشيط قطاع السياحة، عمل انتعاش لهذا القطاع في الساحل الشمالي، خاصة سياحة المهرجانات. ده انعكس على زيادة أعداد السياح وكمان إشغال الفنادق خلال شهور الصيف في الساحل الشمالي. عشان كده لازم نتعرف ونعرف كمان إزاي بيتم استثمار نجاح المهرجان في التسويق السياحي لمصر. معانا ضيفنا اللي منورنا في استوديو الأستاذ هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات. أهلا بيك، صباح الخير عليك. صباح الخير وعلى السادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. يعني خليني أقول أنه النهاردة عشان نجذب السياح بشكل عام لازم يكون عندنا اختلاف وتنوع في الفعاليات اللي يمكن بنقدمها لهؤلاء السياح. وخليني أقول مدينة العلمين هي مدينة جديدة بطبعها، يعني المدينة نفسها الإنشاءات الجديدة اللي فيها، الحاجات اللي فيها مختلفة بشكل عام. النهاردة نجاح المهرجان، مهرجان زي العلمين، شفته ازاي وازاي هنقدر نجذب منه سياح ونسوق للسياحه في مصر من خلال المهرجان؟ اوكي، خلينا اقول في البدايه سياحه المهرجانات بشكل عام ده جزء بنتسم بيه حاليا كذكاء تسويقي للسياحه بشكل عام. بقى عندنا حاجه اسمها سياحه المهرجانات. كان المهرجان زمان نسمع انه 40,000 50,000 شخص بيحضر، النهارده عندنا مهرجان بيتخطى المليون زائر وده سبق. خلينا نتكلم على مدينه زي مدينه العلمين، هي معجزه بكل المقاييس. ويمكن هشير مع او يعني هشارك مع المشاهدين، المدينه دي كانت مدينه، ليه بقول عليها معجزه؟ لانه كانت مثلا فيها 80 لغم، مدينه خارجه من واقع ما ينفعش تبقى بهذا الشكل بكل القياسات. النهارده لما اجي اوصل بارض فيها الغام، ارض محظوره، الى هذه الروعه والجمال اللي العالم كله وقف قدامها، هي معجزه. وده جزء برضو من الذكاء اللي بنتسم بيه في الوقت الحاضر لنهضه السياحه. فانا عندي شقين، شق المهرجانات وده أداة من الأدوات اللي بدأت أشتغل بيها الوقت دوت كتسويق سياحي، وبدأت أشتغل بيها صح قوي قوي. والشق الثاني هو القدرة الفائقة اللي بدأنا نتسم بها في التطور والإنشاء والتواكب العالمي حتى في إنشاء المدن زي مدينة العلمين. عظيم جدا. طيب، مدينة العلمين زي ما كنا بنتكلم هي مدينة في الأصل مدينة جديدة، لكن احنا اخترنا هذه المدينة لموقعها المتميز وعملنا مهرجان. الجميل في الموضوع ان هذا المهرجان لم يكن مهرجان متخصص في فعالية معينة. صحيح. يعني احنا بنشوف دايما، واحنا كنا دايما عندنا مهرجان للسياحة لوحده، مهرجانات رياضية، دراما، يعني كانت كلها طبعا مهرجان القاهرة للدراما اللي كان في نسخته الثانية كان موجود في هذا المهرجان. لكن ان يكون كل ده موجود في مهرجان واحد، اعتقد ده ليه انعكاسات كبيرة جدا على حركة السياحة، ومش بس في المدينة، في مصر كلها. خليني اقول لك انه السياحه في مصر متعطشه لمثل هذه المهرجانات، لانه هي بتساعد وتساهم في صناعه الصوره الذهنيه عن مصر الحديثه. لما اجي اتكلم النهارده وهنحكي مع بعض بعد شويه عن السياحه وهو منتج تسويقي مش سلعه ملموسه، لكن هي سلعه خدميه. النهارده انا بصنع لها صوره ذهنيه، عشان اصنع لها الصوره الذهنيه ديت لازم يبقى عندي حاجات تثبت الصوره ديت، فعاليات، مهرجانات. وعايز اقول مهرجان العالمين بدا يرسم جزء في الصوره الذهنيه لدى العالم عن السياحه المصريه في هذا الوقت. طيب، انا عايز اسال بقى حضرتك دلوقتي، المهرجان العالمين في عملية التسويق أنا بجذب أي نوع من السياح؟ النهاردة في مهرجان فعالياته مختلفة، اللي عايز يحضر فعاليات رياضية موجودة، أنشطة ثقافية موجودة، فعاليات فنية، حفلات، الحاجات دي كلها. النهاردة بمعرفتك بتجارب الدول التانية، النوع ده من المهرجانات، لو في أصلا مهرجان بيشمل كل هذه الفعاليات، أنا معرفش فيه ولا لأ، بس لا أعتقد يعني، نوع السايح اللي أنا بجذبه جنسيته إيه؟ لا، خليني طب اتكلم بشكل عام، هرجع لسؤال حضرتك لانه سؤال طبعا قوي لازم نجاوب عليه. لكن خليني اقول من البدايه، انا عندي الخريطه السياحيه
مقسمه كالتالي. عندي ثقافيه اللي هي بتتمثل في الحضاره وبنسميها الكلاسيك تور، متمثل في الاقصر واسوان والاهرامات وكل ما له علاقه بالحضاره والمتاحف والكلام، الجوله التقليديه الثقافيه والتاريخيه، خلينا كل ما لها علاقه بالحضاره والتاريخ. دي ده جزء في الخريطه السياحيه المصريه. عندي جزء الترفيه اللي له علاقه بالسياحه الشاطئيه، وهو ده ليه علاقه بمرسى علم، بالعلمين، بالغردقه، بشرم الشيخ، بكل ما له علاقه بالشواطئ والاجواء الساحره اللي مصر بتتميز بيها. دي كلها ادواتنا او مفرداتنا في الخريطه السياحيه. لما اتكلم على السياحه الدينيه سواء مسيحيه او اسلاميه، من اضرحه، من جوامع، من السياحه الدينيه المسيحيه، مسار العائله المقدسه والهولي لاند او الهولي فاميلي تريب، دي كلها يعني جزء برضو. بس يعني احنا بنتكلم كل رحله بتقودنا في مكان معين وبتخاطب فئه معينه واعمار معينه وجنسيات معينه. عندنا السياحه العلاجيه، عندنا السياحه العلاجيه وهي برضو ليها اقسام كتيره مختلفه. لو هتكلم على سياحه المعاشات، الناس اللي بتقبض ارقام مثلا 5000 يورو في دوله زي المانيا، لما يجي يقعد هنا في مصر بعد معاشه ويستجم بدفء ودرجه الحراره في الاجواء المصريه، مش هيصرف 2000 يورو، هو هيصرف في بلده اكتر من كده. هيبقى سياحه اسمها سياحه المعاشات او التقاعد. اول مره نسمع المصطلح ده على فكره. هي دي حاجات جديده بدانا نناقشها في المطبخ السياحي الوقت ده. احنا محتاجين نخاطب هؤلاء الفئات، فالموضوع شامل. انا عندي مهرجان العالمين بدا يغازل كل هذه الفئات. ليه؟ لانه الفن كان بيدي رساله هناك، الرياضه كانت بتدي رساله هناك. المهرجان بدا يخاطب كتير من، ما اقدرش اقول انه العالمين تحديدا، لا هو خاطب حتى الناس اللي مهتمه بالسياحه الثقافيه، ان هناك شيء جديد يحدث في مصر، في شيء عملاق بيحدث في مصر. خليني اقول لك بجانب ده، ودايما بحب اقول ده في البرامج، لما شفنا الطريقه الذكيه اللي افتتح بيها المتحف اللي فيه فخامه الرئيس، وقف بنفسه يستقبل افتتاح المتحف، متحف الحضاره، شكل الدرامي اللي اتعمل في نقل المومياات، انا عايز اقول لك العالم كله استوقف امام هذا، ان شيئا جديد يحدث في الجمهوريه الحديثه. وهنا بنتكلم عن الصوره الذهنيه وعن الذكاء التسويقي في هذا الملف. فعايز اقول كان مهرجان العالمين بياكد هذه الرساله وبيخاطب فئات مختلفه، ما اقدرش احدهم في جنسيات معينه، لكن اقدر اجاوب واقول لحضرتك ان المهتمين الاكثر المهتمين هم دول الخليج، الجولف، الدول العربيه، الخليج العربي. الخليج العربي هو من اكثر الناس اللي مهتمين جدا بهذا المهرجان. لكن صدقيني انا كشخص محتك ب يعني دول العالم من خلال شغلي، لا المهرجان سمع حتى كجزء في صناعه الصوره الذهنيه عن مصر الحديثه. كنا يمكن من شويه بنتكلم عن رياضه زي رياضه التجديف، واعتقد انه في يعني جنسيات مختلفة تبقى مهتمة جدا بهذه الرياضة. لو هنتكلم على مسابقات يمكن تبقى بتحصل في المستقبل في هذه الرياضة بالتحديد، من أستراليا، من أمريكا، الدول دي عامة يعني ممكن نجذب منها هذا النوع من السياح كمان. ويعني أنا بتكلم أنه اختلاف الفعاليات ممكن تخلي فيه نوع مختلف من السايح احنا يمكن مش متعودين عليه هنا. أنا عايز أقول لك على حاجة طريفة. طبعًا زي ما قلت المهرجان خاطب كل الفئات وسمع في كل المجالات. أنا أقول لك على حاجة يمكن ما حدش ناقشها قبل كده. حضرتك أكيد ما سمعتيش عن حاجة اسمها الطيور المهاجرة، سياحة الطيور المهاجرة. إيه ده؟ لا، في العالم كله في طيور مهاجرة وليها محطات وإحنا معينة. عندنا مرصد وبنتابعها طبعًا. صح، وبنرصدها. أنا عايز أقول لك إنه حتى المهرجان خاطب هؤلاء المهتمين بالطيور المهاجره و يعني محطاتها داخل العالمين ورصدها وهذا الكلام. صدقيني مش بس سياحه التجديف، مش بس الشق الرياضي، مش بس الشق العلاجي الفني، لا المهرجان كان متسع بشكل
خاطب فئات كتيرة وثبت ورسخ لدى العالم الرسالة اللي احنا كهيئة تنشيط بنحاول نرسخها للعالم ان مصر لديها الجديد والمختلف في هذا الوقت. عظيم. احنا عندنا مدينة عملناها في 4 أو 5 سنين حبينا ننورها فعملنا فيها مهرجان بحجم مهرجان العالمين، قدرنا نخاطب العالم ونبين للعالم قد ايه احنا متفوقين في مجالات عديدة. مش بس كده، احنا خلينا اسم العالمين فارض نفسه على وسائل الإعلام المختلفة العربية والعالمية كمان، من خلال طبعا الفعاليات، من خلال اجتماع الحكومة، من خلال استقبال سيادة الرئيس لرؤساء في مدينة العالمين. كان في أحداث كتيرة جدا حصلت في هذه المدينة خلال الفترة الماضية. مع كل هذه النجاحات، الإعلام زي ما قلت لحضرتك العربي والدولي سلط الضوء على هذا المهرجان واتكلم عنه قد ايه هو مهرجان متنوع وقد ايه هيعود بالنفع على مصر وعلى الاقتصاد المصري وعلى السياحة في مصر. ازاي احنا ممكن نستغل هذه الإشادة؟ ازاي ممكن نستغل هذا النجاح في هذا التوقيت لسه والموضوع لسه سخن؟ ازاي نقدر نستغل ده؟ طيب كده انا هدخل معاك في شق تاني وهو شق التسويق. ولما اتكلم عن السياحة خليني اقول لك حاجة بتدرس في الماركت. انت لازم يبقى عندك شوية حاجات كده عشان تقدر تبيع منتج. بنقولها كمصطلحات السيل بوينت واليونيك سيل بوينت. السيل بوينت هي الحاجات الثابتة اللي العالم كله عنده زيها. انت عندك شواطئ، العالم عنده شواطئ. انت عندك حضارة، في كتير من دول العالم عندهم حضارة. دي السيل بوينت. اليونيك سيل بوينت وان انت عندك حاجة مختلفة. وهنا ده الشق التسويقي اللي مصر بدأت تصدره للعالم، ان هناك يونيك عندنا في المنتج، انت متفرد، شيء مختلف. فانا عايز اقول انه رسالة العالمين بشكل محدد كانت بتقول ان لدى مصر الجزء او يعني عايز اقول أداة من أدوات اليونيك سيل بوينت. تعالى اتفرج شوف حاجة مختلفة. قدرتنا على صناعة هذه المدينة في زمن قليل، قدرتنا على تحويل من مدينة من بعد الحرب العالمية الثانية والألغام، والمنطقة دي كانت محظورة، المنطقة دي كانت فعلا محظورة أنها تصل إلى هذه الروعة وهذا الجمال. دي كلها رسائل بتأكد أنه لأ، في يعني في نوع من الجذب جديد بيقدر يستجذب السائح لمصر. طيب بنتكلم يمكن عن اختلاف الفعاليات اللي كانت موجودة في المهرجان. ففعاليات المهرجان في دورته الأولى تضمنت 12 بطولة رياضية محلية ودولية لرياضات مختلفة. طيب عايزين نتكلم عن أجواء هذه البطولة مع لواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والأفريقي لهذه اللعبة، لعبة الترايثلون. هو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا بيك محمد، ازيك؟ وازيك يا بسنت؟ الموضوع الحقيقه موضوع جميل وشيق جدا، وانا سامع كلام جميل على التسويق. اتفضل. طيب احنا عايزين نتكلم عن اقامه بطوله الترايثلون في مهرجان العالمين. طبعا انا اسمحوا لي بس الاول سريعا كده اقول ان مهرجان العالمين زي ما كل ما الدنيا شافته على مدى شهر ونص ب 12 نشاط ترفيهي وعدد من الايفنتات او الاحداث المختلفه، الاحداث دي عباره عن اسمها الاحداث الانسنتيف او الاحداث المفروض بتدي او احداث الحوافز اللي بتبقى في كل نوع من الانواع، لكن وممكن كل العالم يعمله، لكن الحرفيه هنا في المحتوى اللي تم تقديمه، لان الحاجتين اللي تم اختيارهم اساسي هي الرياضه والفن هم القوى الناعمه. القوى الناعمه التي تجذب الناس كلها علشان تقدر انها توصل. فلو اتكلمنا على الترايثلون، تراي يعني ثلاثه وثلون يعني رياضه، يعني رياضه ثلاثي. عشان كده يمكن بسنت قالت السباحه والرماية وركوب الخيل. السباحه والرماية وركوب الخيل طبعا ده حديث، علموا اولادكم السباحه والرماية. عشان كده اختلطت حكايه الثلاثي، وفي الحقيقه مجموعه من الثلاثيات اللي بتقام على مستوى رياضات مختلفه. انما رياضه التراثلون اللي اقيمت هي احد الانواع الفعلا الجاذبه اللي بيعملها الاتحاد الدولي. انا باشرف ان انا عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي ايضا، ودي بتتعمل على مستوى العالم. ولكن النهارده الحرفيه مش في ان انت تعمل الايفنت او الحدث، الحرفيه في كيفيه تقديمه.
لو كنا عملناه بالأبطال ده أحد أنواع سياحة الحرس الجديد اللي احنا هنعمله إن شاء الله في أكتوبر القادم في سهل حشيش، لأن دي بطولة تأهيلية برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. عظيم. والحقيقة أنا بحيي بعد إذنك اللي قاموا على هذا المهرجان بالفكر الرائع اللي تم تقديمه فيه، بالتنوع اللي تم فيه، سواء كان بتقديم سياحة داخلية أو خارجية لتقديم المكان اللي هو incentive presentation أو تقديم المكان بشكل غير تقليدي وشكل حوافزي. فالنهاردة لما أجي أشوف التراياتلون أشوف مين اللي اشترك النهاردة مراحل عمرية، ودي أحد البطولات اللي بيعملها الاتحاد الدولي من سن 5 سنين لحد 90 سنة، كل 5 سنين مرحلة عمرية معينة بيشترك فيها العائلة مع بعض، الأصدقاء مع بعض، المجموعة مع بعض، حاجة اسمها التتابع المختلط. فبكده بنقدر إن احنا نقدم حاجة تجذب الناس بالحضور، وفي نفس الوقت اللي فيه بيجي عائلات، مجموعات وعائلات، فدي فرصة لاستعراض الحوافز التي تريد إبرازها، ألا وهو واحد المكان وجماله وقدراته واللي تم فيه، 2 عالمية الحدث مع عالمية المكان. عشان كده اختيار الاسم كان برضو الحقيقة اختيار موفق جدا جدا، العالم عالمية حقيقة اختيار موفق، وبحيي اللي اختاروه. الجزء الثاني التعاون بقى ما بين الجهات المختلفة، يعني ألاقي سياحة مثلا شفت دكتور أشرف صبحي أكثر من حاجة مع العالمين، مع المتحدة، مع التنظيم اللي أنا شفته، مع التنظيم الرائع للفنانين، ووجود فنانين بس مش فنانين الرياضة، فنانين الرياضة وفنانين الـ طبعا الفنانين الستارز بتوعنا الليبرتيز اللي موجودين. الحقيقة حاجة رائعة وتجذب النظر، وأحد الوسائل التسويقية غير التقليدية، لأن التقليد العادي اللي هو بتبيع وتتكلم وتحط على وسائل الاجتماع وتدي بروشورات وتبعت على وسائل التواصل اللي هي الاجتماعي وتدعي ناس علشان تشوف، ده ما يمنعش ان انت تدعي تور اوبريتورز او الناس بتوع السياحه اللي بيجوا يشوفوا او لا، انما ده انت بتتكلم على حاجه بتسوق نفسها. لونشنج مكان جديد انت عملته قبل كده، بتغير في فكره، بتحطوا حاجات جديده غير تقليديه. وبعدين احنا عندنا كمان في التراكمان او الثلاثي لازم يبقى في اختبارات ميه، فلو الميه ما كانتش جميله زي اللي احنا شايفينها وفيور ولاجون، يعني منطقه مقفوله ما فيهاش امواج، الامان والعوامل الرئيسيه اللي بتخلي اي سباق يقام او وجود اي شخصيات موجوده الحمد لله موجوده في مصر. يعني عايز اقول بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله محترمه، بحيي القائمين عليها، وعلى فكرة بحيي الإعلام جدا جدا جدا، لأن التغطية كانت رائعة. يعني لو أنت حتى مش في الحدث أنت شايف الحدث، ما أنت شايفه على التلفزيون، بتشوفه على وسائل التواصل، ما شفتوش على وسائل التواصل بيجي لك سمري ملخصات صغيرة، يعني بتبص تلاقي حاجات كده تجي لك على الموبايل تقول لك كده في حدث كذا. يعني معلش انا اسرقت في الموضوع، مش مديكوا فرصه. لا احنا بالعكس، يعني احنا احنا مبسوطين جدا، لانه في الحقيقه 3 ألعاب في لعبه واحده يعني اكيد كانت سبب كبير في عمل نشاطات مختلفة لدى المتسابقين، ومتأكدين ان كانت ردود الفعل كمان ايجابية جدا، وزي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي يمكن مشاركة العديد من الدول المختلفة في الترايثلون. كل الشكر ليك طبعا سيادة اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والافريقي للترايثلون طبعا على هذه المداخلة القيمة. نرجع مرة تانية لضيفنا الكريم أستاذ هاني بيتر، وشفنا يمكن الفعاليات اللي احنا شايفينها دلوقتي وهذه الرياضات المختلفة اللي احنا يمكن مش واخدين عليها يعني كمصريين، احنا دايما متعودين على بعض الألعاب المشهورة. يعني نجاح المهرجان في نسخته الأولى، نجاح الكبير في بقى الفعاليات المختلفة اللي احنا شايفينها والرياضات المختلفة، هل تدفع الدولة يمكن لتدشين مهرجانات مشابهة لمهرجان العالمين؟ أنا عايز أقول لك إنه دي بداية ولن تنتهي، يعني كان المهرجان بنجاحه بيأكد إنه التوجه ده توجه صحيح،
والرياضات حتى الجديده اللي لسه بنسمع عنها دي الغرب بره بيمارسوها، ودي كانت لغه خطاب ليهم او مغازله او لغه جذب ليهم، تعالوا ده موجود هنا. فعايز اقول انه لا، هيبقى في مهرجانات وهيبقى في ذكاء تسويقي ليها اكثر فاكثر. بدانا في هذا الخط ولن ينتهي. عظيم جدا، وجزء كبير من نجاح هذا المهرجان زي ما سياده اللي هو احمد ناصر كان بيتكلم دلوقتي في اننا هناخد ابطال العالم في هذه اللعبه في التريثلون، ورايحين بيهم فين بقى؟ رايحين بيهم البحر الاحمر الشهر الجاي ان شاء الله في سهل حشيش، وده برضو ده من يعني من الترويج لهذا المهرجان. ولما العالم كله شايف انك قادر تنظم هذا المهرجان بهذا الشكل ونجحت في كل الفعاليات، وهنا طبعا بما اننا بنتكلم عن الفعاليات الرياضيه، هننظم فعالية رياضية مختلفة في سواحل البحر الأحمر ده في شهر 10 القادم إن شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ هاني بيتر الخبير السياحي، ألف شكر ليك يا فندم. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع، نرجع من بعده نكمل آخر فقرة معانا النهاردة في الحلقة، خليكم تابعينا.